السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من عالي جبال الأندلس سنقوم بتحضير بنك ملكات على طريقة النفضة الحسونية. بسم الله ما شاء الله، نختار خلية قوية كما نشاهد، خلية قوية سنقوم برفع في طريقة النفضة الحسونية. دائما نعتمد على القسمة بطريقة إطارات من دون نحل، من دون نحل، بمعنى النفضة الحسونية. لدينا خلية فارغة، حصلنا خلية فارغة. سنقوم برفع الخلية التي سنقوم بنفضة منها من مكانها، وسنجعل الخلية الفارغة مكانها. نرفع الخلية التي نريد قسمتها. سنضع مباشرة خلية فارغة. وضعنا خلية فارغة، بدأت تأخذ النحل مباشرة. الخلية الفارغة شاهد، هي خلية فارغة، لا إطارات نحل ولا أي شيء، لكن أصبحت تحصل بالمباشرة على كل النحل السارح لهذه الخلية، لأن النحل السارح لا يعرف هذا المكان، يعرف فقط هذا المكان. النحل السارح سيبقى مع الملكة. شاهد الكثافة التي حصلت عليها الخلية في بضع دقائق أو بضع ثواني حصلنا على كم من النحل. سنأتي إلى الخلية الأم. بسم الله، الله أكبر. شاهد الكثافة النحلية، لدينا خلية بكثافة نحلية، هذه سلالة لي جد شرسة. الحمد لله، بسم الله. اعذروني فنقوم بتصوير يد واحدة. أول إطار، بسم الله ما شاء الله، لدينا أول إطار كله مخزون. حبوب اللقاح وعد، هذا لن أخذه. هذا الإطار الذي يقوم بكثافة حبوب اللقاح وعسل، هذا لا يؤخذ، لأن هذا مخزون الأم، لأن الملكة ستفقد النحل السارح ويجب أن تبقى دائما بالمخزون. بسم الله، الإطار الموالي لدينا كما تشاهدون، الإطارات مختومة بالبروبوليس. الإطار الموالي، بسم الله ما شاء الله، هناك بداية المط. لا نتوفر على حضنة، جميل. نترك هذا كذلك للخلية الذي نريده فقط نحن. حضنة مفتوحة، حضنة مغلقة، حضنة ومخزون من العسل لكي نتمم النفضة الحسونية. هذه أفضل الآن. شاهد الإطارات كلها مختومة بالبروبوليس، يعني إطاراتنا مغلقة بالبروبوليس. بسم الله، هذه أفضل طريقة لقسمات النحل في نفس المناحل والإكتار من الخلايا. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. لدينا حضنة الذكور، لدينا شيء من مخزون من العسل، ما شاء الله. هذا كما يشاهد الجميع حضنة مفتوحة، لكن سنتفقد إن وجدنا حضنة أفضل من هذا. بسم الله، بسم الله ما شاء الله. النفضة الحسونية هذه أفضل النفضات. بسم الله ما شاء الله. ممكن أن نبدأ بأخذ هذا الأول على شكل حضنة مغلقة، لأن به كثافة نحلية. النفضة الحسونية كما قلنا هي قسمة من دون نحل، بمعنى نأخذ الإطار ونقوم بنفضه داخل الخلية. سنأخذ الإطار بهذه الطريقة من دون نحل لكي لا نأخذ الملكة معنا. ثاني إطار سيكون حضنة
وحبوب لقاء هو حضر مفتوح. هذا الإطار لا يتوفر على كافة الحضران المفتوح. سنطلقه للخلية الأم. هذا إطار حضنة مفتوحة، حضنة هلال عسل وكثرة الحضنة. هذا سيذهب. تركنا للأمة الآن إطارين، نأخذ بهذه الطريقة من دون نحل، نفض من دون نحل. أخذنا الآن إطارين، تركنا إطارين حضر، الإطار الرابع والخامس. هذا الإطار الخامس كذلك لدينا نحل حاضن. كنت شاهدت الملكة لكانت القسمة بطريقة أخرى، لكن هذا القسمات بطريقة من دون نحل أفضل وأضمن طريقة. هذا سيبقى للملكة كذلك. بمعنى الأم الآن لديها أربع إطارات حضنة وعسل. بسم الله. الخامس هذا كله حضنة جديدة وحضنة مفتوحة، قطرة الحضنة المفتوحة. وهذا لو شاهدت معي أخي الكريم كله حضنة مفتوحة. بمعنى إطارات القسم، أخذنا اثنان، سنأخذ هذا الثالث كله حضنة وحضنة مفتوحة. أخذنا ثلاثة إطارات الآن، تركنا أربعة حضنة. الخامس كذلك حضنة وحبوب لقاح مخزون. حبوب لقاح مخزون، حبوب لقاح لا نحتاجه، لأن هذا النحل، هذه الخلية سيكون عندها نحل سارح أكثر من حاضن. نترك هذا بالملي. نأخذ الآن، لله ما شاء الله، نأخذ الآن إطار مخزون عسل. حتى هذه الخلية إن لاقت هذه الخلية اضطرابات جوية فلدينا المخزون من العسل. الآن ماذا تركنا؟ تركنا الملكة والنحل الحاضن هنا، مخزون من العسل، مخزون من حبوب اللقاح، كل النحل الحاضن هو مع الملكة الأم لديها حضنة. هنا ماذا لدينا؟ لدينا كثافة نحلية كلها نحل سارح. النحل السارح سيأتي لديه أربع إطارات، ثلاث إطارات حضنة وإطار مخزون. هذا مخزون، هذا حضنة، وهذا حضنة، وهذا حضنة، ثلاثة حضنة وواحد مخزون. هذه الخلية نتفقدها بعد 11 يوم، فهذا هو بنك الملكات بالنفط الحسوني. الآن أتمم خليتي بهذه الطريقة، أتمم بهذه الطريقة. تممنا الخلية. الخلية الأم سأقوم بضغط هذه الحضنة بإطار ممطط فارغ. سأضغط هذه الحضنة، سنعطيها مخزون حبوب اللقاح من خلف الإطار الفارغ. هذا كله عسل ما شاء الله، ولا قوة إلا بالله. عسل لدينا الحمد لله. هذا كذلك عسل لدينا الحمد لله. سأتمم الخلية بإطارات لأني لا أتوفر على كثرة شمع الأساس، لكن هذه الخلية الآن لن تطرد لأنها فقدت كل النحل السارح، لن تطرد. وهذه الخلية ستكون هي بنك الملكات على النفضة الحسونية، لأن هذه النفضة الحسونية كما نقول أخذ إطارات نحل من دون نحل إلى خلية. شاهد كيف استقبلت الخلية الجديدة النحل. شاهد أخي الكريم، أخي الحبيب، الكثافة النحلية التي استقبلتها الخلية الجديدة بحبوب اللقاح. بمعنى كل الآن المخزون سيأتي لهذه الخلية. لذلك تركنا الخلية الأم بحد بالنحل الحاضن وبالمخزون من العسل. ما شاء الله، ولا قوة إلا بالله. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، إلى أن نلقاكم. دقيقة، هذه الخلية
وضعها الآن في المنحل هو في نفس المنحل في ذلك الفراغ. شاهد معي. بمعنى الذي قمنا به هو تغيير مالك خلية في نفس المنحل. أصبحت عندنا خلية هناك بمالكة ولا تفتقد إلى النحل السارح، وخلية بحضنة ولديها النحل السارح. هذه شغالة الآن، شغالة 100% شغالة، والخلية الأخرى بعد هذا اليوم أو في هذا اليوم بنفسه سيبدأ النحل تعلم الطيران والحصول على نحل سارح جديد. بمعنى الآن هي بقيت بالنحل الحاضن، لكن هذا النحل سيبدأ في التعلم على الطيران. أتمنى أن تكون الفكرة واضحة. إن شاء الله نترقب هذه الخلية بعد 11 يوم، ونترقب النفضة الحسونية بعد 11 يوم، وسنشاهد إن شاء الله بنك الملكات. لا أعتقد أن يتركني الهاتف تصوير بكثرة، لكن أخي الكريم، أخي الحبيب، جزاك الله خير الجزاء. شارك هذا الفيديو في كل المواقع، لأنه هو أصلاً أخذ بيد النحال المبتدئ، هو أصلاً أفضل طريقة في القسمات والإكتار من النحل في نفس المنحل. الحمد لله، كما أقول دائماً، نسعى لدعوات الخير، فنحن نحالون ولسنا لا فلاسفة، ولسنا لا أصحاب مواقع ولا أصحاب قنوات. أنا لا أقول بارتجي باسمي أو أوزع دعم للصحفة أو أنشر، أقول لك أنت أنشر الكلام هذا بطريقتك الخاصة، جعله الله في ميزان حسناتك. أحبكم في الله، أحبكم في الله، نلقاكم في هذا المنحل بعد 11 يوم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.